اخبار اليوم. خلود عز. 2016 انا مس ايكو ايجيبت 2016. ممكن تكلمينا عن مشاركتك في الحدث؟ بصي، هو الحدث دوت المفروض ان انا اول ملكة متوجة رسميا مصرية للسياحة والبيئة، فان حدث كبير زي دوت يتعمل في بلدنا، طبعا انا بالنسبة لي انا فخورة ان انا موجودة في حاجة زي ديت، وخصوصا ان انا بمثل مصر، فيعني بتمنى ان هو ان شاء الله يكمل على خير، وان نقدر نعمل حاجة لبلدنا تفيد السياحة، وخصوصا ان الملكات ابتدوا يبعتوا على السوشيال ميديا ان مصر سيف، ان البلد دي كويسة، ان في حاجات حلوة كتير جدا، وهم مبسوطين قوي، فبتمنى طبعا المسج دي توصل بره كويس جدا. مفيش اي نشاط تاني لتوجيه السياحة او بصي، هو انا قبل الـ المسابقه طبعا كان عندنا حاجات كتيره جدا، بس كانت خيريه اكتر من السياحه يعني، بس فانا كل حاجه كنت مأجلها، لان احنا كنا واخدين فتره كبيره قوي في التحضيرات، انا كنت محتاجه احضر مثلا سبيتشز اقولها، لبس، طبعا حاجات اللي احنا محتاجينها في المسابقه، خصوصا ان في كل برايم بيبقى فيه ميشن لينا معينه، بس طبعا اكيد ان انا بعد المسابقه لازم هيبقى دوري كبير جدا، حتى لو انا للاسف ما خدتش التايتل، بس دوري في بلدي ان انا كملكه جمال بلدي لازم اوصل الرساله بره صح، فهم حتى يعني انتي مس ايجيبت، انتي مس ايكو ايجيبت، ان هم كان عندهم مسج بحاجات كتيره جدا غلط، بس لا احنا قاعدين نظبط ده، فدي حاجه حلوه يعني. بصي، هو دلوقتي بكره احنا عندنا اول برايم اللي هو الناشونال كاستيوم، اللبس الرسمي للبلد، كل واحده تلبس اللبس اللي علاقه ببلدها، بعد كده هنسافر سهل حشيش، في هناك هيبقى عندنا الريزورت وير وايكو دراس، الفساتين المعاد تصنيعها من مواد يعني البيئيه، بعد كده هنسافر تاني للاقصر، هيبقى في هناك زيارات بقى معابد وكده يعني عشان يتعرفوا اكتر على السياحه في بلدنا، وبعد كده هنرجع تاني اسكندريه، هيبقى هناك في التالنت شو اللي هو كل واحده المهارات بتاعتها ايه، هيبقى بنعرضه قدام اللجنه التحكيم برده، هيطلع مين فيهم احسن تالنت بس، وبعد كده نرجع تاني القاهره، يبقى بقى في 4 ايام او 3 ايام ديبانس، انا مش عارفه بالظبط، هيبقى بقى في فاشن شو خيري على كلنا لابسين دراسز طويله، والفاينل نايت طبعا تتويج. ميرسي.